تكون البدايات جميلة وممزوجة بالأمل والتفاؤل معكم أحبة الطلاب، مع مهارة جديدة من مهارات اللغة العربية، وهي الموضوع الإبداعي أو المقالة الإبداعية، وهي تحتاج إلى مستوى تفكير عال. معنا طلاب من ثانوية مناع حسن قطايا، وسنتعرف عليكم لنبدأ بالحديث عن تلك المهارة المهمة من مهارات اللغة. تفضل. محمود العلي. محمود شحود دياب. يوسف خليل. محمد شحود. محمود شحود. يزن دياب. أهلا وسهلا بكم. حقيقة المقالة الإبداعية أو الموضوع الإبداعي هو يعد من المهارات المهمة والتي تحتاج إلى مستوى تفكير عال. لذلك يدرس الطالب خلال السنة القراءة التمهيدية، ومن ثم ينتقل إلى النصوص وإلى القراءة والمطالعة وإلى أبحاث عدة في اللغة والنحو والصرف والإملاء، وكلها حقيقة مجتمعة تصب في خدمة دراسة المقالة الإبداعية. لذلك اليوم سنسلط الضوء على تلك المقالة، وسنبدأ حقيقة بدراسة الخطوات التي نقوم من خلالها بدراسة التعبير الإبداعي أو المقالة الإبداعية. الخطوات التي سنقوم بدراستها في التعبير الإبداعي: دراسة الموضوع أيضا اعتمادا على مدخل عمليات الكتابة وكيفية كتابة المقدمة، أيضا سندرس كيفية صياغة العرض وتحديد الفكر ومناقشتها، وسندرس الخاتمة وكيفية صياغتها في نهاية الموضوع أو المقالة الإبداعية، ومن ثم نأخذ مثالا عن مقالة أو موضوع عن المحبة والإخاء الإنساني. إذن من يحدد لي الخطوات التي سنقوم بدراستها خلال المقالة؟ محمد. دراسة الموضوع اعتمادا على عمليات الكتابة، كيفية كتابة المقدمة، رابعا كيفية صياغة العرض وتحديد الفكر ومناقشتها، خامسا خاتمة وكيفية صياغتها في نهاية الموضوع أو وكيفية صياغتها نعم وكيفية صياغتها في نهاية الموضوع أو المقالة الإبداعية، سادسا دراسة الموضوع عن المحبة والإخاء الإنساني، سابعا مناقشة الموضوع عن الربيع. نعم، إذن هناك خطوات لدراسة التعبير الإبداعي، وسنبدأ حقيقة بالتمهيد لتلك الخطوات. دراسة المقالة وكيفية ربطها بباقي مهارات اللغة العربية من قراءة ونصوص. يجد الطالب في كتابة التعبير الإبداعي صعوبة بالغة بشكل عام، وتحديدا كتابة المقالة، وهذا من خلال استفتاء عام لدى شريحة كبيرة من الطلاب، ويعود ذلك إلى عدة أسباب تتعلق في فهمه لتلك المهارة التي تحتاج إلى مخزون معرفي ومهارة متقدمة ومستوى تفكير عالي حتى يقوم الطالب بإنجازها. طيب، الآن سنتناول هذا الكلام. تحتاج المقالة حقيقة إلى مخزون معرفي. 1-2 تحتاج إلى مهارة متقدمة ومستوى تفكير عالي. طيب، من يستطيع أن يتناول ما هو المخزون المعرفي لأي مقالة؟ ما المقصود بالمخزون المعرفي ومن أين نحصل عليه؟ يعني أنا عندما أريد أن أكتب مقالة، من أين نحصل على المخزون؟ معاني الكلمات، المعجم اللغوي. إذن يمكن أن نأخذ المخزون المعرفي من معجم لغوي أيضا. معاني الكلمات. هلأ ممكن أن نأخذه مثلا من القراءة التمهيدية، ما رأيكم؟ طيب، ممكن أن نأخذه من مصادر التعلم. اليوم عندما نريد أن نتحدث عن كتابة مقالة، يجب أن نتعلم خطوات تلك المقالة. فالطالب عندما يكون لديه ضعف في المخزون المعرفي، يعني مثلا نريد أن نكتب موضوعا عن المحبة، عن التسامح، عن الربيع، عن الهجرة، عن الإخاء الإنساني، وهذه كلها موضوعات مطروحة في كتابنا المقرر. طيب، الطالب عندما يريد أن يكتب موضوع عن الإخاء الإنساني، أليس الأجدر به أن يحصل على جانب معرفي؟ طيب، هذا الجانب المعرفي يأخذه من القراءة التمهيدية، يأخذه من خلال دراسته لمن؟ للنصوص بشكل عام، ونحن ذكرنا هذا الكلام. طيب، أيضا يأخذه من مصادر التعلم، يعني الانترنت بين قوسين هي تسمى مصادر التعلم. لذلك يجب على الطالب عندما يدرس هذا الموضوع، يجب أن يحتوي ذهنه على ماذا؟ على جانب معرفي مهم. طيب، ما المقصود بالمهارة المتقدمة؟ أن يكون له قدرة على ربط المعلومات بعضها البعض. نعم، لا نحن نريد أن نتحدث عن مهارة عالية لدى الطالب في ربط المعلومات،
في وضع علامات الترقيم، في اختيار الألفاظ المناسبة، وهذا يسمى أسلوب أيضا. طريقة الطالب في الكتابة هي أسلوب الطالب، جانب معرفي ومهارة في الكتابة. وهذا الكلام ما يتكون في دقيقة وليلة ويوم، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى سنوات عديدة حتى يصل الطالب إلى مهارة متميزة في كتابته. مستوى تفكير عالٍ، هلأ حقيقة نحن لدينا مستوى التذكر ومستوى الفهم ومستوى التحليل والتركيب، مستويات بلوم بشكل عام. دراسة المقالة لا تحتاج إلى مستوى تذكر، يعني أنت تحفظ مقالة وتكتبها في الامتحان، وإنما تحتاج إلى مستوى تفكير عالٍ. يعني الطالب حقيقة يريد أن يدرس تلك المقالة فيحتاج إلى مستوى تفكير عالي، فلا يكتب من خلال التذكر، يعني يحفظ مقالة عن الربيع ويكتبها، يحفظ مقالة على خيال إنساني ويكتبها، وإنما يريد أن يوظف ماذا؟ مجالات اللغة. ماذا يوظف؟ قراءة تمهيدية، يوظف القواعد، يوظف النصوص، معاني الأبيات بشكل جيد وليس الأبيات، يستطيع توظيف النحو بشكل عام. حقيقة هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم وإلى فكر وإلى مهارة. نعم. سنبدأ الآن بدراسة الخطوات. بداية، ما هي الخطوة الأولى التي أريد أن أكون من خلالها الجانب المعرفي لدي؟ يعني أنا أريد أن أكتب، فيجب أن يكون لدي جانب معرفي. ما هي الخطوة الأولى في كتابة المقالة؟ المقالة من خلال الحقل المعجمي أو المعجم اللغوي. نعم، كتابة المقالة حقيقة نجد طلاب يريد أن يكتب موضوع عن الربيع أو مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف لا يمتلك معجما لغويا يستطيع من خلاله صوغ عبارات لكتابة الموضوع، يعني وهذه حقيقة. لذلك مثلا تطلب من الطالب كتابة مقالة عن الربيع، تمام؟ هذه المقالة عن الربيع تسأله عن المعجم اللغوي للربيع، وهذا أول سؤال يمكن أن يطرح في كتابة المقالة. طيب، من يستطيع أن يحدد لي بعض الألفاظ التي تنتمي إلى الربيع؟ محمد؟ زقزقة العصافير. هي هذا تركيب، أريد كلمات، يعني معجم لغوي المقصود فيه كلمات تنتمي. نعم. زقزقة العصافير يعني نرفضها مثلا النهر، ينساب، يتقلب، مزق، غيوم، طيور، ورود. نعم، إذا حقل معجمي واسع حقيقة عن الربيع. إذا هناك حقل معجمي واسع عن الربيع، هناك حقل معجمي عن الإخاء الإنساني. فتخيل أن الطالب يريد أن يكتب مقالة إبداعية وهو لا يمتلك أول خطوة من الخطوات، وهي ماذا؟ هي الحقل المعجمي. إذن ثانيا، نجد ضعفا كبيرا لدى الطلاب في المجال المعرفي في الموضوع المطروح، وهذا يعود إلى قلة قراءة الطالب عموما في منهاج مقرر وفي مطالعته بشكل عام. طيب، هلا ماذا نلحظ من خلال هذه؟ من يستطيع أن يشرح لي ما المقصود بثانيا؟ تفضل محمود. الاطلاع على كتب او الاطلاع على المنهاج بشكل عام. نعم، اذا هناك دراسة، نحن لا نطلب من الطالب ثقافة معينة، نطلب منه ثقافة الكتاب. يعني تجد اليوم الطالب مثلا يأتيه موضوع في الامتحان على سبيل المثال للحصر، اي موضوع كان، محبة، تسامح، لخاء الربيع، مواقع التواصل، القوانين، اي موضوع كان، حقيقة هناك جانب معرفي في الكتاب، وليس بالضرورة ان يكون هذا الجانب المعرفي موجود في كتاب اللغة العربية، يمكن أن يكون هذا الجانب المعرفي مواقع التواصل موجود في التربية الوطنية، ممكن أن يكون الجانب المعرفي موجود في العلوم، أي جانب معرفي كان. حقيقة الطالب متى يجد صعوبة؟ عندما لا يمتلك هذا الجانب المعرفي، لذلك لا يمتلك صياغة معلومات. فهذه النقطة أيضا يجب على الطالب أن يركز عليها عندما يقرأ. إذا الطالب قرأ من كتابه المقرر وقرأ من الكتب المقررة الأخرى وكون معلومات مهمة، تمام، وتخيل أنه عاد إلى مصادر التعلم في الأنترنت وأخذ معلومات عن الربيع، أخذ معلومات عن الإخاء الإنساني، وبدأ يدرس بعض تلك الفكر ويدرس بعض العبارات الجميلة والصور الجميلة ليزيد ماذا؟ معلوماته ومخزونه المعرفي. إذن هذه الخطوة الثالثة. الطالب يريد كتابة موضوع دون معرفته بمدخل عمليات الكتابة، وهذه نقطة كمان أيضا مهمة. يعني في كثير من الأحيان نجد أن الطالب يدرس المقالة في مرحلة الثالث الثانوي دون العودة إلى مرحلة الثالث الإعدادي والثاني الإعدادي والأول الثانوي، وحقيقة هي عبارة عن حلقة لا تنفصل أجزاؤها. يعني المقالة تدرس مثلا منذ المرحلة الإعدادية ونقوم بمتابعتها حتى المرحلة الثانوية،
فيكون مهمل لدراستها في البداية، فلا يميز بين المقدمة والعرض والخاتمة. يعني تطلب منه مثلا موضوع عن الربيع يبدأ فورا بوصف الربيع دون التمهيد لموضوع الربيع، وسأتحدث لاحقا عن هذا النقطة، هذه النقطة بالتحديد. فيبدأ بالعرض ظنا منه أنها المقدمة. أيضا الطالب يميز بين الفكرة التي يكتبها للمقدمة والعرض والخاتمة، فعندما تقرأ موضوع طالب فإنك لا تميز بين مقدمة الطالب التي ذكرها من أين بدأت وأين انتهت، وهذه أيضا نقطة سنتحدث عنها أيضا من خلال مناقشتنا لمقالة إبداعية. طيب من يتحدث لي عن سابعا؟ تفضل. أسلوب الطالب ضعيف لأنه لا يسعى إلى تطبيق ما درسه من قواعد على أسلوبه في الكتابة. أيضا ثامنا محمد. يظن بعض الطلاب أن العلامات الترقيم ترف لا فائدة منها. أيضا تاسعا تمكن تكمن مهمة المدرس عند إعطاء المنهاج أي مرحلة يوظف الجانب المعرفي لدى الطالب في خدمة كتابة المقالة، وقد يكون هذا الجانب مستقى من القراءة التمهيدية أو من النص الأدبي أو مصادر التعليم ومثال ذلك. نعم، إذا نعود، يظن بعض الطلاب أن علامات الترقيم هي ترف لا فائدة منه، ولكن حقيقة هي ليست للتزيين الكلامي علامات الترقيم. يبدأ الطالب بترك فراغ في بداية المقدمة، ينهي المقدمة بنقطة، الجمل المتعاطفة يحتاج إلى فاصلة، الفاصلة المنقوطة لتفسير الكلام الذي يليها، إذا إشارة الاستفهام للكلام الذي فيه استغراب وحسرة واستفهام، هناك أدوات استفهام عديدة. إذا حقيقة علامات الترقيم مهمة جدا، نفهم من خلالها ما أراد الطالب من خلال هذه العبارة. يعني هذه العبارة أراد بها الاستفهام، المدح، أم التعجب، أم الحسرة، أم الاستغراب. وحقيقة عندما يضع إشارة معينة كإشارة استفهام أو إشارة تعجب أو نقطة أو نقاط أن الكلام لم ينتهي، فدراسة علامات الترقيم مهمة جدا في الموضوع الأدبي وفي المقالة. تاسعا تكمن مهمة المدرس عند إعطاء المنهاج في أي مرحلة أن يوظف الجانب المعرفي لدى الطالب في خدمة كتابة المقالة، وقد يكون هذا الجانب مستقى كما ذكرنا من القراءة التمهيدية، وأيضا مستقى مصادر التعلم. الآن عدنا إلى القراءة التمهيدية في الوحدة الثانية في الأدب المهجري الغربة والاغتراب، وحدة الغربة والاغتراب، وهي الوحدة الثانية في كتاب ثالث ثانوي العلمي، وهي الوحدة الثالثة لطلاب الثالث الثانوي بفرعه الأدبي. بروز الجانب الإنساني لدى الشعر أو الدعوة إلى المحبة والإخاء هي فكرة مأخوذة من القراءة التمهيدية، ونحن طبعا ذكرنا هذه الفكرة على سبيل مثال الحصر. يعني هنا فكرة أخذناها من القراءة التمهيدية وأردنا أن نطبقها كموضوع مقالة. هذه الفكرة ممكن أن تأتي موضوع مقالة، هذه الفكرة ممكن أن تأتي شاهد توظيفي في الامتحان، هذه الفكرة ممكن أن تأتي في أكثر من جانب. لذلك حقيقة نحن لدينا كم معرفي جيد لا بأس به في المنهاج، ومهمتنا أن نعرف كيف نوظف هذا الجانب المعرفي في مجالات اللغة عامة. فأنا أخذت هذا الجانب سبيل المثال وأردت أن أطرح مقالة عن الإخاء الإنساني، عندما قال الشاعر إلي أبو ماضي: يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. إذا نقول هذا البيت من القراءة التمهيدية، تمام، ويمكن وضعنا الفاصلة بين الجملتين المتعاطفتين، ويمكن أن يكون نواة لموضوع أو مقالة إبداعية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. مثلا ممكن نأخذ نص النعورة ك قصيدة مثلا في الثالث الثانوي الإعدادي ونجعلها مقالة إبداعية. أيضا ممكن أن نأخذ أي نص آخر، مثلا نص الآثار للشاعر خليل مطران، وأيضا نأخذه عبارة عن مقالة إبداعية أو موضوع إبداعي. لذلك ممكن أن نأخذ أي نص موجود لدينا في الكتاب ونحوله إلى ماذا؟ نحوله إلى نص إبداعي، وهذا يحتاج إلى مستوى متدني بالتفكير أو مستوى عالي؟ مستوى عالي. إذن هو يحتاج إلى مستوى عالي من التفكير. أيضا يقول الشاعر هنا: يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. فنقول هذا البيت هو نواة لمن؟ لكتابة مقالة إبداعية.
وهنا الطالب عندما يفهم هذا الكلام يقرأ حقيقة بعمق ويستطيع الإجابة على كثير من الأسئلة. قال الشاعر لي أبو ماضي: يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. اكتب موضوعا في ضوء هذا القول تبين من خلالها أثر المحبة في نشر الإخاء الإنساني. إذن من خلالها أثر المحبة في نشر الإخاء الإنساني مبينا دور الأسرة والمجتمع في ذلك. إذن أول ما نبدأ بفهم البيت: يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. الشاعر يريد أن يوجه رسالة إلى أخيه في الغرب، أننا شعوب لدينا قيم ومبادئ إنسانية نبيلة، فيرفض نظرة الاستصغار التي ينظرها الغرب إلى الإنسان العربي، ويريد منه أن ينظر له بكرامة وعزة، وأن يعلم أن هذا الإنسان أتى من المشرق ليعمل في الغرب، ولكن محافظة، يعني أتى ليحافظ أيضا على كرامته وعزته، ويرفض النظرة المتدنية التي نظر بها الغرب. فهو يرى أن الإنسان العربي هو إنسان يحمل قيم ومبادئ نبيلة وسامية، ولا يقبل أي نظرة متدنية من أخيه الغرب. فأراد أن يوجه له رسالة عن طريق الشعر، فقال: يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. اكتب موضوعا في ضوء هذا القول تبين من خلال. لدينا الآن أثر المحبة في نشر الإخاء الإنساني هي الفكرة الأولى، أيضا دور الأسرة والمجتمع في ذلك هي الفكرة الثانية. حقيقة طلاب، نحن ذكرنا عندما نريد أن نكتب مقالة يجب أن نعتمد على من؟ على مدخل النص، عمليات الكتابة. نعم، طيب من يذكرني بمدخل عمليات الكتابة؟ كيف نبدأ الموضوع؟ مقدمة، عرض، خاتمة. نعم، إذا نبدأ الموضوع بمقدمة، ونبدأ الموضوع بالعرض، ونبدأ الموضوع بالخاتمة. المقدمة، طيب عندما نتحدث عن المقدمة هل نتحدث بشكل عام عن المحبة والإخاء الإنساني، أم نتحدث مباشرة عن دور المحبة في نشر الإخاء والتسامح؟ بشكل عام. إذن نعم، إذن أول خطوة نريد أن نبدأ بها بالمقدمة عن دور المحبة بشكل عام. وهنا حقيقة يقع بعض الطلاب في الخطأ عندما يتحدث عن دور المحبة في نشر الإخاء الإنساني، فيهمل المقدمة حقيقة إهمال كامل، ولكن يجب عليه أن يبدأ بالمقدمة بالحديث عن المحبة بشكل عام، وانتشار هذه المحبة يؤدي إلى نتائج إيجابية، انتشار هذه المحبة يوصل الإنسان إلى الطريق السوي وإلى الهدف الأسمى في حياته، يجعل الناس متكاتفين مع بعضهم بعض، يعني يتكلم عن المحبة بشكل عام كمصطلح، وبعدها يبدأ بالدور في نشر الإخاء الإنساني، تكاتف المجتمع مع بعضهم بعض، تعاضد المجتمع مع بناء مجتمع قوي ومتماسك. لذلك هون ذكرت أن المقدمة تكون عن المحبة بشكل عام، أما العرض فهو يتحدث به عن دور المحبة في نشر الإخاء، ومن ثم ينتقل إلى دور الأسرة والمجتمع. فالعرض يكون من خلال من يذكرني العرض، فكر العرض تفضل. أول فكرة لدينا أثر المحبة في نشر الإخاء الإنساني. إذن تبين من خلال أثر المحبة في نشر الإخاء الإنساني. والفكرة الثانية دور الأسرة والمجتمع. الأسرة والمجتمع. مجتمع في ذلك. طيب بعد أن كتب الطالب المقدمة ينتقل إلى العرض ويذكر أثر المحبة في نشر الإخاء الإنساني. حقيقة هنا يجب على الطالب ذكر فكرتين رئيسيتين أو أثرين. وهنا الطالب يظن في بعض الأحيان أنه عندما يتحدث عن أثر المحبة في نشر الإخاء الإنساني يظن من نفسه أنه يريد أن يكتب العموميات، ولكن يطلب منك كسؤال أساسي أن تذكر أقل شيء أثرين. وحقيقة ذكر هذول الأثرين يكون بشكل مجزأ أو مفصل؟ فكرتين رئيسيتين ويتوسع. معناتها نعم، إذا يتحدث عن فكرتين رئيسيتين عن أثر المحبة نشر الإخاء، ومن ثم
ينتقل إلى التوسع بهم. يعني مثلا نحن ذكرنا على سبيل المثال أن أثر المحبة في المجتمع يؤدي إلى تكاتف وتضامن المجتمع، هذه الفكرة الرئيسية. الفكرة الفرعية تكاتف وتضامن المجتمع من خلال وقوفه إلى جانب بعضه البعض، مساعدة بعضه البعض، تأسيس بلد قوي وصلب، وهذا الشيء التعاون أبناء المجتمع مع بعضهم، ومن ثم نقل هذا التعاون مع أبناء المجتمعات عامة. معناته هون بيكون أنا بينت أثر المحبة في نشر الإخاء الإنساني، وهذا الشيء بيوصلك تكاتف أبناء المجتمع مع بعضهم البعض، يوصلك إلى ماذا؟ يوصلك إلى الإخاء الإنساني. أو أن يكتب الطالب فكرة أربع فكر جزئية عن أثر المحبة، ولكن أنا مع أنه يذكر أثرين للمحبة ويبدأ بماذا؟ بالتوسع بهذين الأثرين. أيضا عندما نتم كتابة العرض هي دور الأسرة والمجتمع في ذلك. طبعا برأيك من تلعب الأسرة دورا ماذا؟ إيجابيا أم سلبيا؟ إيجابيا. كمان يذكر أكثر من دور، يعني يذكر دورين للأسرة ودورين للمجتمع، أو دور موسع للأسرة ودور موسع للمجتمع، ولكن الأفضل هو ذكر أكثر من دور. يعني إذا وجد الطالب في مخيلته أكثر من دور للأسرة وأكثر من دور للمجتمع، طبعا الأسرة تلعب دورا إيجابيا في المحبة والتسامح، في نشر المحبة والتسامح. الأسرة تربي أبنائها منذ الصغر على المحبة والتسامح، وأيضا هذا الشيء سيعود ريعه إلى ماذا؟ إلى المجتمع. فعندما تكون هناك أسر متحابة تحب بعضها البعض وتنتقل في هذه المحبة، فستبني مجتمعا قويا متماسكا كذا إلى آخره. إذا نريد أيضا أن نتحدث عن دور الأسرة ونحدد أثرين لهذا الدور والنتائج المترتبة على ذلك، وأيضا النتائج المترتبة عندما تكون الأسرة وضعها جيدا سيكون هذا الأمر مترتب على من؟ مترتب أيضا على المجتمع. الخاتمة، من يقول لي ما هي الخاتمة تكون؟ من يستطيع أن يحدد للخاتم؟ محمد، هي تلخيص لفكر الموضوع. إذا نعم، هي تلخيص للفكر التي وردت في العرض وإعطاء رأي شخصي في النهاية. إذا هي تلخيص للفكر الموجودة في الموضوع. في الحقيقة في نهاية المطاف لا يسعني إلا أن أشكركم أعزائي الطلاب، ونرجو أن نكون قد استفدنا من الخطوات التي ذكرناها في دراسة المقالة الإبداعية. كان معكم المجرى الاختصاصي لمادة اللغة العربية عبد الخالق الشحوت.